السلام عليكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في قناة محسن الغزالي للسفر والتجوال وتصوير المشاريع في المغرب. اليوم صورت لكم مشروع المسرح الكبير اللي كيتواجد على واد أبي القراق بمدينة الرباط. البداية ديال هذا المشروع كانت سنة 2014، أما المساحة فهي 7 هكتار. الميزانية ديال هذا المشروع قدرت 1,677,000 درهم، أما الطاقة الاستيعابية ديال هذا المشروع فهي 7,000 مقعد وقع على العروض 1,900 مقعد. النهاية ديال هذا المشروع كان المخطط للانتهاء من هذا المشروع سنة 2018، لكن الأشغال لا تزال مستمرة. مازال غادي نصور فيديوهات أخرى حول مشاريع الرباط الحالية، وفي الأخير ما تنساوش ديروا لايك وتعليق والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله. فرجة ممتعة.